خلينا نتفق ان من الاخطاء الشائعه في اي تقييم هو انك ما تاخدش في الاعتبار المناخ العام والظروف المحيطه للمرحله محل التقييم. يعني ما ينفعش تقيم احداث سنه 60 بعقليه وظروف سنه 2020. ضباط جيش اكبر واحد فيهم في الثلاثينات من عمره بيحكموا بلد عمرها 7000 سنه ومحتله تقريبا بقالها اكتر من 2000 سنه، وفي عالم متعدد الاقطاب خارج من حرب عالميه ومنقسم لتيار راسمالي منهك وتيار شيوعي شعبي جارف. كان طبيعي انهم يقوموا بخطوات جريئه احيانا ومتهوره احيانا. في الاقتصاد كان قدامهم طبقه راسماليه وطنيه محققه نجاحات كبيره، وطبقة شعبية كاسحة بتشكو من العوز والفقر ومنتظرة عطايا ومنح وعدهم بيها الثوار. عشان كده حازت قرارات الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية والتأميم على تأييد ملايين المصريين، رغم ما سببته من تفتيت الملكية وتدمير شبه كامل القطاع الخاص المصري. كانت تجربة ثورة يوليو الاشتراكية هي أول تجربة في المجتمع العربي، واتخذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عدداً من القرارات الاشتراكية التي حددت شكل الدولة وسياساتها الداخلية في مجال الاقتصاد، وكان أبرزها توزيع ملكية الأراضي الزراعية على الفلاحين، والتي اشتهرت باسم قوانين الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952، والتي صدرت فور نجاح الثورة، وكذلك تعديلاتها المتتالية، ثم ما عرف باسم قوانين يوليو الاشتراكية عام 1961، والتي أممت وصادرت ممتلكات كبار ملاك الشركات والمصانع لصالح الدولة والشعب. ووفقاً لتلك القرارات الاشتراكية التي مالت إلى أغلبية الشعب في مقابل أقلية من كبار الملاك، فقد كانت شهادة وفاة للقطاع الخاص المصري بعد رحلة قصيرة بدأها طلعت حرب عام 1920، وبزغ فيها نجم الرأسمالية الوطنية بظهور أسماء مثل عبود باشا وأبو رجيلة وسيد بيك ياسين وغيرهم ممن ماتوا قهراً حزناً على شركاتهم المؤممة. بلا جدال طبعاً خلال فترة الخمسينات أو بعد ثورة 52 الثورة أخذت اتجاه معين ضد رجال الأعمال اللي كانوا موجودين في الوقت ده، فأنت عندك عبود وياسين وخلافه وبدراوي البدراوي عاشور، دي ناس كانت ناس محترمة جدا وناس عاملة شغل محترم جدا، إنما شوهت صورة الناس دي واتأمموا واتحطوا تحت الحراسة، والنهاردة طبعا نتيجة الكلام ده إنه كل الشركات دي اللي كانت شركات قمم انتهت واندثرت وعادت على الدولة بخسائر رهيبة جدا. قوانين يوليو الاشتراكية كانت قرارات اقتصادية متسقة مع الوقت في وقتها، ولا كانت خطأ اقتصادي فادح؟ لا، ما ده اللي ضرب الاقتصاد الوطني كله الحقيقة. خد مثل بسيط قوي، استوديو مصر، شوف صناعة السينما كانت أيام طلعت حرب شكلها إيه. كان عندك استوديو تصوير، كان عندك شركة إنتاج، شركة تحميض أفلام وطبع. يعني شوف الأفلام القديمة كده هتلاقي طبع وتحميض وإنتاج وتصوير وتوزيع، استوديو مصر صناعة بأكملها زي ما بيقولوا كانت بتدخل قد القطن وأكتر. لما كنا بنعمل مثلا لو مسكت كتب البانوراما كده بتاعت السينما وصلنا 120 فيلم في احد السنوات بالظبط. كله اتضرب في مقتل الحقيقه وراح في داهيه. ما زال هناك مجموعه كبيره من رجال الاعلام في مصر وخصوصا الصحفيين اتربوا على هذا المنهج، و ما زالوا متخيلين أن هذه الطريقة الاشتراكية هي الطريقة المثلى، ومعهم بعض الكتاب والسينمائيين وأصحاب المسلسلات والكلام ده اللي هم بيدغدغوا عواطف الطبقات الفقيرة والمتوسطة بمثل هذه الأفكار. هل قوانين يوليو الاشتراكية كانت قرار صائب من عبد الناصر؟ ده كان رد فعل للي حصل في من سوريا، لأنه بات إنه
البقايا أصحاب الأملاك الكبيرة اللي نجحوا في فك الاتحاد ما بيننا وبين سوريا كان ممكن جدا يبقى له رد فعل في مصر. لا هو طبعا ما فيش شك ان اقتصاد مصر كان في اقوى حالاته في الثلاثينات والاربعينات بعد طلعت حرب. طلعت حرب بدا الاقتصاد الوطني في ظروف يعني بدا بنك مصر سنه 20 كان ساعد في المنفى. الحقيقه الاقتصاد الوطني كله ضاع في التأميم كله الحمد لله. قوانين يوليو الاشتراكية كانت يعني شهادة وفاة للقطاع الخاص المصري، والبعض يراها أن هي رسخت العدالة الاجتماعية في مصر. التوسع فيها كان خطأ كبيرا لأنه لم يكن مفيدا، يعني كما بينت التجربة لاحقا إن أنا أخذ القطاع العام يأخذ كل شيء. القطاع العام ممكن كنت أنا من أنصار أنه كان يقود قطاعات استراتيجية في صناعات مهمة، لكن مش ينفع أن أنا أعمل محلات فول وطعمية ومحلات باتا ومحلات، يعني ده نشاط قطاع خاص بطبيعة ونشاط ضرره ثبت أنه أكثر من نفعه، وكان ضربة قوية أساءت لفكرة الاشتراكية المفهوم الحقيقي الاشتراكية، فكرة القطاع العام كما نجحت في دول كثيرة جدا. فبالتالي ليس عيب أنك أنت تطبق تجربة ثم تكتشف أنك خطأ فتعدلها. أنا شهدت موجة محدودة للتصنيع مع طلعت حرب، محدودة، أعيد تأكيد أنها محدودة، ثم شهدت موجة كبرى للتصنيع في أيام عبد الناصر، والأرقام لا تكسب. بين عامين 1956 إلى 1973 كان متوسط معدل التنمية السنوي الحقيقي 5.6%. بين عامين 1956 إلى 1966 كان بتقرير البنك الدولي معدل التنمية 6.7% في المتوسط، قفز في أوائل الستينات إلى 10%. وقعت الهزيمة الكاسحة في يونيو 1967. ماذا جرى لمعدل التنمية؟ بين عامي 1967 ل 1969 كان معدل التنمية 4.2%، رغم توجيه غالب موارد البلاد للمجهود الحربي ولإعادة بناء الجيش من نقطة الصفر. يعني عام 1973 بعد حرب أكتوبر كانت مصر رأسا برأس مع كوريا الجنوبية في معدلات التنمية والتصنيع والاختراق التكنولوجي. حضرتك ما فكرتش مرة الامبراطوريات الاقتصادية دي لو كانت كملت اللي زي ياسين أو غيره من العائلات الاقتصادية الكبيرة كانت بقت فين النهاردة؟ هقول لحضرتك حاجة، يعني أنا هضرب مثال مرتبط بالعمل بتاعي أو تخصصي. يعني كان في راجل اسمه وديع سعد الله يرحمه. الراجل ده عمل مصنع إطارات اللي هو نقله الهندسة اللي سموه ترينكو بعد كده. المصنع ده كان من أعظم مصانع كاوتش في الخمسينات، وكان سابق أكبر شركة إنتاج إطارات في العالم النهاردة اسمها بريدجستون. يعني هو كان قبل بريدجستون. الراجل عيني افتتح المصنع أظن في 53 أو 54، اتحط تحت الحراسة مباشرة بعدها، والمصنع أصبح قطاع عام. المصنع ده قافل النهاردة بقاله 20 سنة. وزارة قطاع الأعمال بتبحث عن شريك استراتيجي يستثمر في هذا المصنع معاهم بقالها 20 سنة ومش هتلاقي. أنا من وجهة نظري أن المصنع زي ده لو كان ما اتحطش تحت الحراسة كان النهاردة مصر أصبحت من أكبر دول العالم في إنتاج الإطارات ومن أكبر دول العالم في تصدير الإطارات. أنا وجهة نظري إن دي جريمة في حق مصر. ده مثال، أنت عندك بقى آلاف الأمثلة. الاقتصاديين شايفين إن ده تفتيت ملكية وإن الملكيات الكبيرة كانت أكثر إنتاجية أو أكثر كفاءة. ما هو ممكن يبقى ده صحيح نظرياً، بس أنا يبقى عندي مخاطر تفتيت الملكية أيهما أكثر، مخاطر تفتيت الملكية ولا إنه شعب غالبية معهاش وأقلية معاه؟ يعني كان ممكن تعمل ده، تجمع الملكيات دي في ملكية عامة كبيرة، بس تخلي للناس جزء من المسؤولية زي الجمعيات التعاونية والمشاركة والتعاونيات اللي اتعملت. هو الحقيقة قرارات يقولوا ما وزعتش ثروة ولا حاجة، هي ضيعت ثروة. يعني وإحنا صغيرين كان في أوتوبيسات أبو رجيلة كانت زي الفل،
أختها خاص؟ ما كانتش تذاكرها أكتر من تذاكر هيئة النقل العام، وكانت أوتوبيسات نظيفة وكويسة، اتأممت راحت في داهية. مصانع ياسين للزجاج اللي هي يعني كانت من أيام الملك، تتأمم ليه؟ يعني كانت الحقيقة بدليل إنك أنت النهاردة بعد كل هذه السنوات رجعت تخصخص تاني القطاع العام بعد ما أثبت فشله، لأن أنت شلت ناس متخصصة، شلت ناس تعبانة في المصانع وتعبانة في الشركات، وجبت ضباط. خلصت، راحت في داهية. تم مصادرة كل الأملاك اللي في مصر، من أول أوتوبيسات، عربيات نقل، كافيتريات زي لبس ولا كل هذا الكلام تم مصادرته في مصر. مصانع الإزاز بتاعت ياسين اللي هي كانت مفروض النهاردة تضاهي الإزاز اللي موجود في الجزيرة اللي جنب البندقية. قوانين يوليو الاشتراكية وتأميم رجال الأعمال هل قضى على الاستثمار الخاص في مصر؟ استعدى الفقراء على الأغنياء وخلق حالة بنعاني منها حتى الآن؟ خلق حالة من الحقد، نعم، وحدث فجوات بين الطبقات. عمل قانون اللي هو الإصلاح الزراعي، تحديد الملكية، وبعدها قوانين التأميمات والحراسات، وتم منهجة الهجوم على رجال الأعمال والمستثمرين. قيل إن هذه الطبقة كانت بتستمتع بجميع المزايا، والطبقة الفقيرة اللي موجودة في البلد لا تستمتع بشيء، فإحنا هنعمل إن نقرب ونزوب الفوارق بين الطبقات. فالحقيقة قاموا بتزويب الفوارق بين الطبقات بأنهم أفقروا الطبقة الغنية ولم يغنوا الطبقة الفقيرة. عبد الناصر يعني أنا دايماً بقول عليه زعيم سيء الحظ، لأنه هو كان يهمه جداً البسطاء والفقراء والفلاحين، لكن للأسف الخطوات اللي خدها لمساعدة هؤلاء الناس عملت كارثة على الاقتصاد المصري، يعني بوظنا الزراعة بالتأكيد مع تفتيت الملكية الزراعية 5 فدادين. تصور من سنة 60 لغاية دلوقتي الخمس فدادين بقت شرايح بسيطة اللي ورثتها الأجيال. في كتير بيهاجموا قوانين الإصلاح الزراعي الآن، بيقولوا هي دي سبب تفتيت الملكية اللي بنعاني منه بشدة، وإن الملكيات الكبيرة لو كانت استمرت، البدراوي عاشور وغيره والبرنس يوسف أو الناس اللي كان عندها ملكيات كبيرة جدا، كان وضع الزراعة بقى أفضل دلوقتي. لا، وقانون الإصلاح الزراعي لما اتعمل في فترة كان لابد إن هو يكون موجود فيها، يتعمل القانون تحديد الملكية، لأن كان فيه هناك بعض الأشخاص اللي هم كانوا مسيطرين على ثروة مصر بحالها، وما كانش ينفع في الوقت ده تدار دولة بثورة وتدار من بره من أشخاص بيملكوها من بره. حتى الإقطاع الزراعي كان تبص تلاقي الرجل المزارع الكبير من الأسامي الكبيرة اللي انت تسمع عنها في الإقطاع بيجي يعمل إيه؟ كل سنة بيقوم مصلح 1000 فدان وبعدين يديهم للمزارعين يزرعوا فيهم، وكان النظام السائد تماما المناصفة، نص الأرباح للفلاح للمزارع ونص الأرباح للراجل اللي تحمل تهيئة الأرض للمزارع أن يشتغل فيها. ده ما كانش بياخد، هو كان بيزرع واللي بدوله بدوله، لأن ما كانش حد يملك يتكلم في الوقت ده إن أنت لك ولا لا تعمل ولا غيره، لكن هو كل اللي فيها يعني الفلاح ما كانش بياخد من الباشا نص المحصول كما يدعي البعض. لا نص المحصول، لا، لو كان بيلبس نص المحصول كان لبس جلابية نظيفة. هو تفتيت الملكية بحيث الناس كلها تأكل الأحسن، ولا إنك تعمل مليونيرات
وشعب جعان. بيبقى الرد ان الاقتصاد القومي بيحتاج للملكيات الكبيره ان هي بتبقى اكثر انتاجا بشده من الملكيات الصغيره. والجعانين دول هتعمل فيهم ايه؟ هم اللي هيزرعوا الملكيات الكبيره. وفي يوم من الايام هينفجروا ينسفوا لك كل الملكيات الكبيره دي. يعني الجا للعقل وتحدث مثلا عن اشتراكيه ديمقراطيه. لا تطلق الراسماليه الى حد الجشع والوحشيه ولا تقيد الناس. يعني ما في بلاد عايشة. أنا شخصيا نفسي أشوف مصر كما رأيت في السويد اللي هي قايمة على الاشتراكية الديمقراطية. ويوم أرى في مصر إن الضرائب بقت تصاعدية هطمئن إلى مستقبل مصر. هما ثورة يوليو كانوا مجموعة من الضباط المتحمسين الوطنيين اللي عايزين يخدموا بلدهم، مش عايزين نخلط بين ده وبين فكرهم الاقتصادي. فكرهم الاقتصادي بالقطع جاي من قراءاتهم ومن الشواهد اللي كانت موجودة في هذه الفترة. محمد علي خلى كل الأرض الزراعية تابعة للدولة وأرض الأوقاف تابعة للدولة وعاد توزيعها بمقتضى 3 إلى 5 أفدين. ثم حين تراكمت عليه الديون وعلى خلفائه بدأوا يقطعوا الأرض اللي هي كانت ملك الدولة. ففكرة ان ارضنا من مئات السنين او شيء من او زي ما كانت اذا كانت تمنح رتبة البشوية او البكوية او غيرها كانت تمنح قطع الاراضي. اتنين، الاصل في التفكير الاسلامي الثقافة السائدة انه الملكية هي ملكية الاستخلاف وليست ملكية الرقبة، لان المالك الاصيل هو الله والانسان مستخلف فيما يملك. وطول عمر الأراضي الزراعية طوال العصر الإلسان، آخر نظام كان موجود قبل كان موجود قبل محمد علي اسمه نظام الالتزام الملتزم. الملتزم إن الأرض ملك الدولة وإنها بتديها لحد يستزرعها، إذا أهمل فيها بتعطيها لشخص آخر. كان هناك بعض رجال الأعمال المصريين يقومون بتوزيع أعمال خيرية وحاجات زي كده، بس أنا ما أقدرش أبني بلد على إن رجل أعمال بيصحى الصبح مزاجه رايق فيوزع شوية هدايا أو يتعطف على الفقراء والغلابة ويديهم شوية أرض أو سوري يديهم شوية أكل أو شوية زيت وسكر. ده شيء كويس في يوم عيد، لكن مش لا يبني اقتصاد دولة. أنت بتكلم دولة يعني الدولة تتحكم في وسائل إنتاج أو يبقى في قطاع خاص حقيقي وفي منافسة عادلة حقيقية وفي فرص ومحاسبة على أساس القانون. لكن أنا بديك كلنا نعرف كيف كانت تمنح البشوية والبكوية. يعني الكلام اللي بيتقال عن مساوئ تطبيق الحد الأقصى للملكية الزراعية بالتأكيد يعني في بعض السلبيات، لأن الملكية اتفتتت بدرجة كبيرة جدا. إنما يعني المتحدثين ما بيرعوش الظروف اللي كانت موجودة، ما يعرفوش إيه اللي كان موجود عشان يقدر يحكم هو دي نجاحات ولا فشل. قرير الأمم المتحدة عن هذه الفترة قالت إن كثافة المحاصيل الزراعية في هذه الفترة أعلى من كثافتها في أي وقت، بفضل إنه صحيح أنت الأرض بتتفتت بالميراث أو بغير الميراث أو حتى في مناطق جرت فيها توزيع طبقا لقواعد الإصلاح الزراعي، مش كل ليست كل المناطق ومع تقديم تعويضات للملاك الأصليين، لكن طريقة الزراعة الحديثة التي استحدثت في ظل نظام يوليو قضت على أي آثار سلبية لفكرة تفتيت الأرض. بدأنا تحديد الملكية لنحرر الفلاح من الاستعباد ونحرر الفلاح من الاستغلال، فإن الهدف الأول لهذه الثورة كان يتركز في كلمة واحدة، وهذه الكلمة هي الحرية. ولن تكون هناك حرية إذا قيد الفلاح في حريته السياسية، وإذا قيد الفلاح في رزقه، وإذا استغل الفلاح استغلالا كاملا تحت اسم الإقطاع وتحت اسم الملكية. بدأنا تحديد الملكية أيها الإخوان حتى نتحرر جميعا، فقد خلقنا الله أحرارا
واجب أن نعيش أحرارا، واجب أن يدافع كل فرد منكم عن حريته. ادتني الثورة خمس فدادين، خمس فدادين، خمس فدادين، والله نيالي بأرضي عين، والله نيالي بأرضي عين.